السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأول ملف لدينا هو الانهيار الأمني، إذ يستمر مسلسل الانهيار الأمني في العراق الذي يتخذ أوجها عدة، من بينها ظاهرة السلاح المنفلت والدقات العشائرية والنزاعات العشائرية كذلك، إذ تتواصل مشاهد الفوضى الأمنية في مناطق شرقي بغداد وتحديدا في مدينة الصدر، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من القطاع 73 لطلبة إحدى المدارس وهم يختبئون هربا وخوفا من إطلاق النار القريب من مدرستهم، بالرغم من تأكيد وزارة الداخلية على ملاحقة مثيري النزاعات العشائرية. لنشاهد. غير طلقة ويدفع فيها النوم. صور هاي مدرستك الجميلة. مدينة الصدر واحد على هذا قطعكم؟ هذا قطعكم؟ نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. من مظاهر هذه النزاعات هو تبادل إطلاق النار، أو من هذه الظواهر هي ظاهرة الرصاص العشوائي الذي يتساقط على رؤوس المواطنين وأملاكهم الخاصة مهددا بإزهاق أرواحهم أو ترك عاهات مستديمة، في مشهد يبين حجم الانهيار الأمني في بغداد. صورة أخرى من مدينة الصدر أيضا وثقها أحد المواطنين، دعونا نشاهد. أصبح الملك لله، جيت الصبح للسيارة لقيتها ضربتها طلقة، وهذا الطلقة رصاصة ضربة بالسيارة. للأسف الشديد احنا في سنة 23، البلدان كل البلدان تتطور شعوبها من الناحية العلمية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الثقافية، إلا احنا يتعارك ويا جيرانه يطلع سلاحه ويرمي، يتعارك ويا اخوه يطلع سلاحه ويرمي، يضوج يطلع سلاحه ويرمي، يشتري له قطعه سلاح يفحصها بالجو، مع الاسف الشديد. مشاهدينا الكرام نكمل مع هذا الملف من دار السلام بغداد الى ناحيه السلام في محافظه ميسان. يبدو ان وصف السلام لم يعد ينطبق على تلك المدن العريقه التي كانت تنعم بالسلام على مر العصور. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقيام شخص بقصف افراد عشيره اخرى بالهاونات بعد ان قتلوا عددا من اقاربه في مشهد من مشاهد قانون الغاب في العراق. لنشاهد. دعونا نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام. سعد يقول: حكومة ضعيفة واستهتار بأرواح الناس، الله ينتقم منهم وعلى الراضي بأفعالهم. أحمد يقول: هذا الهاون وين راح يوقع؟ على الناس الفقرة لو بالشط، إيش وقت نخلص من هاي السوالف التعبانة؟ حسين يقول: يعني اسمه ناحية سلام ويدقون الهاون، لا واضح سلام. وعماد يقول: النوبة اسمها ناحية السلام، لو ناحية الحرب جاس سووا. ويانا السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. مدير عزيز سيد محمد، والله هي المشكلة الرئيسية هو أكو قانون بالعراق أنه ما يجوز إلا حيازة سلاح واحد بالبيت،
والسلاح الآخر اللي تحمله بالخروج لازم يكون مرقص ويا هوية. ولكن العملية أصبحت تدوخ يعني. أما الدولة هي رايدة هذا الشيء وفرحانة بهاي الفوضى اللي تصير، لأنه إحنا رجعنا زمن اسمه زمن هاي الحروب المشركين والجاهلية، كل عشيرة مسويت لها بيرغ ومسويت لها علم، وأي واحد يتجاوز على حق العشيرة الأخرى رأسا بالفرح طلع رمى، بالحزن طلع رمى، بالمدري شنو ولادة طلع رمى. هذه إلى متى تبقى الأرواح رخيصة بالعراق؟ يعني لازم ينحط الأحد، لازم يصير لها منظمات مجتمع مدني تبدي تتحرك، وزارة الداخلية تبدي تشتغل شغل حقيقي. ولا وزارة الداخلية ما شنو يعني، بس شرطة يأخذ الرواتب، وهاي هي الدولة تحتاج إلى إعادة النظر بهذا الموضوع. أسوي جرد كامل على الأسلحة بكل يعني كل شهر العملية، أسوي يوم كامل. قلت أبو أحمد، قلت في بداية حديثك أما الدولة تعلم بالسلاح المنتشر ولا تتحرك لأنها ضعيفة، لو لأنها متواطئة، لو لأنها تريد أن يستمر الوضع على ما هو عليه. نعم، لأنها تريد أن يستمر الوضع على ما هو عليه. لأن هذا الموضوع السبب؟ يخدمها يعني. هي العشائر استفادوا من عشرة، تجيهم الآن مهزلة مجالس المحافظات. من اللي يفيدهم بمجالس المحافظات غير هاي العشائر التعبانة؟ يعني أنا أحشيلك بس سالفة واحدة لا تسمح لي. تفضل. أحد الأيام حشالي أحد الأشخاص وهو ثقة قال لي والله أخذت 3 باصات كبار نساء ورجال وياي ما يعرفون يقرون يكتبون، وديتهم قلت لهم بس هذا الرقم وهذا الشخص مش اخطوا عليه. يعني أكثر من 100 واحد راحوا انتخبوا شخص لا يعرفوه ولا يدرون شنو ما. طيب حتى بس لا نتوسع بالفكرة أبو أحمد، يعني القصد الآن أنت تفضلت وقلت بأنه على الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية والحكومة أن تتحرك من أجل إنهاء مشكلة السلاح المنفلت. طيب تمام، هذا اللي لازم على الحكومة أن تسوي. لكن جميع رؤساء الوزراء الحكومات اللي جت بعد 2003 إلى اليوم كلهم وعدوا بحصر السلاح بيد الدولة، لكن ما حد نفذ هذا الوعد. ليش؟ شنو السبب؟ هل هل هل, هل السلاح الموجود هو أقوى منهم؟ لا مواقع من عندهم، اللي يخدمهم هذا السلاح دي يخدمهم الآن، لأن هاي الفوضى اللي تصير تخدم بقائهم، يعني يكون مستمرين بها مثل ما تفضل، مثل ما قلت لك أنا يعني. هم متولسين على هاي الفوضى اللي موجودة يعني، وهم مدولة أصلاً، هم مدولة. وأنا أعتذر على الإطالة. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا. نكمل المشاهدين الكرام مع ما لدينا من ملفات، ننتقل من موضوع أو قضية الانهيار الأمني إلى انهيار القطاع الصحي في العراق. لا يخفى عليكم حجم الانهيار الذي تشهده المستشفيات في ظل انهيار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. من صور هذا الانهيار التي عرضنا الكثير منها في برنامج صوتكم هي تأخر وصول سيارات الإسعاف للمرضى في ظل الفوضى المرورية واكتظاظ الشوارع بالسيارات. دعونا نشاهد الآن ما الذي حدث لإحدى سيارات الإسعاف في العاصمة بغداد هذا اليوم، بالرغم من الضرورة الملحة في نقل المريض للمستشفى لتلقي العلاج. لنشاهد. الفلاح أبو الإسعاف صار ساعة، شوفوا صار ساعة لا وقفوا لا حرك السير، ما شاء الله عليه. ماكو الدق هورن هاي حتى ما تسكتها. سلمها. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. يبدو أن غياب الرقابة الصحية دفع بالكثير من الأطباء إلى الجشع واستغلال وظيفتهم الحكومية في بناء مستشفيات خاصة وسط اتهامات لهم بتعمد تقديم خدمة صحية رديئة في المستشفيات الحكومية من أجل إجبار المواطن على مراجعتهم في المستشفيات الخاصة. لنستمع الآن إلى حديث أحد الناشطين من محافظة البصرة بشأن هذه الظاهرة. قليل واحد في حال أنت مريض ومصاب بالفشل الكلوي بسبب تلوث النفط والمبحوثات النفطية، في حال رحت المختبر ببريها تالي ما راح أذكر اسمه حتى حصل نفسي قانونيا وما حد يقول تشهير. أعزائي المشاهدين، ب450,000 دينار. وينه؟ صح، ب450,000 دينار في حال انت مصاب تفحص بهذا المختبر. كيف اذا عندك 5 تحاليل؟ الزرع ببيش، تعرف احنا من قبل الدكتور يطقك 10 تحاليل. لازم نرهن البيت او مفتاح السياره اعزائي المشاهدين، في حال
تمرضنا والكلام مو من جيبنا. هاي الراسيته مالتهم ما راح اقلبها. هاي شوفونها ب 450 الف دينار، نص مليون الا شويه اذا انت مصاب بالفشل الكلوي. وينك معالي وزير الصحه؟ وينك مدير عام صحه البصره؟ وين الجهات ذات العلاقه الرقابيه؟ والله نخاف نتمرض، قسما بالله نخاف نتمرض. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. أيضا من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها القطاع الصحي هي ظاهرة إهمال الطواقم الخدمية ومنهم عمال النظافة الذين أضربوا عن العمل للمطالبة برفع أجورهم، الأمر الذي فاقم من أوضاع الخدمة الصحية في مستشفى الخضر العام في محافظة المثنى. لنشاهد. سيد المحافظ شمس المثنى، هذا الوضع يعني مقبول به؟ ناس رواتبهم تفاليس، ناس تفاليس تقاضى راتب يعني يرفع إليها، هاي جزاتها. هذا من الأوقات اللي يعاني تعامل الاستقطاب اللي هو راتبه ما يقارب بالمئتين ألف. أصغر واحد عندكم حاليا ابن مسؤول ما يقبل بهذا الراتب. كيف هذه الناس وهذه أصحاب عوائل وتعمل بجهد وإخلاص ورواتبها 130 ألف و200 ألف؟ يعني ما أعرف شو نسولف شو نحكي، كل هذا قليل بالنسبة لنا. الحكومة المحلية مع الوزير سيد النائب ست النائبة خديجة وادي اللي وعدت، وين وعودت؟ وين وعودك اللي وقفتي بمستشفى الخضر وسولفتي وقلتي لهم اجيب لكم حقكم؟ وين الاسبوع؟ يعني ما اعرف، ما اعرف شنو احكي شنو اقوله. مشاهدينا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع في موقع فيسبوك. منتظر يقول: اهمال واضح من قبل الحكومه المحليه تجاه هاي الشريحه المظلومه اللي رواتبهم لا تتجاوز 140 ألف، لو معتنين بيهم ما وصل الحال هيك. التحويل على قرار 315 مطلب استقطاب صحة المثنى. حسن يقول: أكثر طبقة مظلومة بالمجتمع هم عمال الخدمة بالمستشفيات، أنصفوهم. بادي يقول: ناس جاية تتعالج مو تتمرض، بس ويا من تحكي، نفايات داقة بالسقف، شو السالفة؟ مدير صحة يدري ما يدري؟ ولدينا تعليق من أحمد يقول: اي خوش مستشفى الصاحي يتمرض. ويانا السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل يا أبو أيسر حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ. هم شلة فاسدين استلموا العراق، شلة سراق وحرامية، يعني ما خلوا شيء على البلد. يعني تريد منهم يفكرون بالمواطن وبصحة المواطن؟ كل المستشفيات حتى في بغداد، روح تكرم اطلع ادخل للتواليت مالتها تلقى الجرذان والبزازين وتكتر بيها وتكرم النقاسه صاعده لي فوق. ماكو رقابه، لان هم شله لصوص. لكن سيد ابو ايسر، بالمقابل هذا الكلام موجود بالمستشفيات الحكوميه، لكن المستشفيات الاهليه الاستثماريه تلاقي بيها الاجهزه والكوادر الطبيه وتلاقي بيها النظافه لكن غالية. يعني هم برأيك متعمد الموضوع انه يهمل القطاع الحكومي حتى يصير التوجه على الاستثمارات التابعة لأحزاب او شخصيات او مستفادين قاموا بافتتاح هاي المشاريع من مستشفيات ومدارس وغيرها حتى يكون توجه الناس إلها؟ تعتقد انه اكو دور لهاي الحكومة او الأحزاب اللي تدير الحكومة بإهمال القطاع الحكومي القطاع العام؟ والله استاذ كل شيء يتوقع من عندهم، كل شيء يتوقع منهم، هم بكل شيء مهملين، هي مو بس الصحة. نعم. يعني كل الشعب العراقي صايح الويل بس ما عنده قدرة انه يطلع للشارع حتى ياخذ حقه. لان هم قتلة، اصلا هم قتلة. فشو تتصور من عندهم يعني؟ نعم. سيد أبو أيسر أنا أشكر حضرتك للمشاركة. نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام وننتقل وإياكم من
الفساد في القطاع الصحي إلى الفساد في المشاريع والبنى التحتية والخدمات في العراق. طبعا لا يخفى على أحد مدى تدهور القطاع الذي تحدثنا عنه، قطاع الطرق والجسور والبنية التحتية. في ديالة وجه مواطن مناشدة حول تردي الطريق العام الرابط بين بعقوبة مركز محافظة ديالة وخان بني سعد بسبب الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين. لنشاهد. هاي مناشدة إلى الطرق والجسور. هذا شارع العام يربط بعقوبة خان بني سعد، يعني ايش تحكي؟ يعني لهالدرجة اللي تستهانون بروح المواطنين هاك شوف، يعني ماكو هيك عمل. سيارات جا تجي تشيت بهالنقر ليش؟ نكمل مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل من ديالى الى محافظة كربلاء، اذ لا يختلف الحال هناك. في كربلاء التي تعتبر عاصمة السياحة الدينية كما تطلق عليها الحكومة الحالية، تعاني الطرق فيها من التخسفات وما يعرف محليا بالطسات، بالرغم من المبالغ الضخمة التي رصدت لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. دعونا نشاهد ونستمع للمناشدة من حي القدس في محافظة كربلاء. طبعا المناشدة بسيطة، حي القدس اللي هو هذا التقاطع مع الوازين خانة، اكو هنا انا طسة ذاك السائد اللي جاي ما يجون عليه، يجي بالرون شوفه شلون يكسر عليك هنا، لان هنا ماكو طسة. يا ريت مديريه البلديه تراجع عندنا الموضوع وتكمل لنا هاي الطسة، يرحم والديكم. نستمر مع عرض هذه المقاطع المتعلقه بالخدمات مشاهدينا الكرام وننتقل من كربلاء الى محافظه النجف التي خصصت لها المليارات كذلك لاعاده تاهيل البنيه التحتيه، لكن تلك المشاريع التي نفذت جميعها تشوبها شبهات الفساد كما يؤكد مواطنون. دعونا نشاهد كيف رصد أحد الناشطين من هناك الفساد الذي يشوب تعبيد أحد الطرق. لنشاهد. أبو عبد القدوس، محافظ النجف الأشرف، 700 مليار قاعد تصرفوهن على أعمار محافظة النجف. ثورة في محافظة النجف مال الأعمار، راح نراويك الأعمار مالتك. شوف شوف هذا كله بدينا شلعناه، شوف شوف هذا، شوف 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 الاعمار مال النجف، ثوره قربه بلا زحمه. شوفوا انا الله وكيلكم بيا سكر ودايك تراجل مو واحد قوي. شوف شوف ابو عبد القدوس، شوف فلوس النجف، شوف شوف السبع مليارات، شوف المصيبه، شوفوا شوف الكارثه. يا ربي هاي فلوس النجف. ابو عبد القدوس مدير الناحية، نواب النجف، حرية والعباسية، وين نوابنا؟ انتخبناهم، قلنا الله مصل انتخبنا نواب، فرحانين نصفق لهم. شوفوا فلوس النجف، شوفوا البوق والفساد. دعونا نشاهد بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. سيد صلاح يقول: خالي ذولا حرامية ما يفيد الحكي وياهم، ابطونهم انترست حرام، الله لا يوفقهم. تعليق من أبو حسين يقول: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تولى أمرنا وخان الأمانة وأساء إلى هذا البلد وأهله. ماجد يقول: والله مؤلم اللي جاي نشوفه، معقولة ماكو شريف يهم مصلحة الناس؟ وعلي يقول: فضحونا بين الدول، الله شاهد مو مال إدارة بلد، مليارات جاي تنصرف هدر، مجرد تبليط أساس تراب لمدة سنة كسر بجمع تقشمر. طيب أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك أبو عمر، تشويني من الناصرية. أهلا وسهلا. طبعا بالنسبة للمشاريع المتلكية، هاي المشاريع جاي يبقون فيها هاي احنا من سنين نعتهم، ذول حراميه، ذول المحافظين، هاي مش كذا ذول. تعال شوف المشاريع يعني متلكيه هاي كلها فوق. نعم. يعني ذول اصلا ما عندهم يعني ما عندهم ضمير على بلادهم عمي. نعم. طيب ابو عمر، برايك شلون يتم اختيار المحافظين بالعراق؟ بناء على شنو؟
طبعا انا لازم المحافظ لازم على محافظته، يعني يجب على محافظته الضمير يشتغل ضم ضمير. طيب بس سؤالي يعني ابو عمر، سيد ابو عمر، نعم. برايك اختيار المحافظين بالعراق مبني على شنو؟ شنو الاساس اللي يتم اعتماده لاختيار المحافظ؟ نعم، هو الاختيار المحافظ طبعا محافظ على كلمة على محافظته، هم جايبين ذولا عبدة للبوك للسرقات. يعني قصدي ما فهمتني، يبدو بعدك ابو عمر، قصدي مختارين المحافظين بالعراق عندنا بناء على كفاءتهم، لو بناء على ولائهم، لو بناء على انهم اشتروا المنصب، برايك شنو الاساس اللي اعتمدوه؟ لا 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 طبعا مختارين ما عندهم ولاء للبلد. نعم. ذولا طبعا ما عندهم كل ولاء، ما عندهم ذولا كل ولاء ما عندهم، هم يعني كلهم ذيولهم. يعني ذولا المحافظين ذولا المحافظين قطعا مليون بالمية مسافر برا العراق، شايف دول، نعم. شايف محافظات، شايف عواصم، أكيد يعني على الأقل القريبة من عندنا شايف الترتيب والنظافة العربية سواء أو حتى مو العربية، ورايح وزاير بلدان، إش عجب ما قدر ينقل هذه التجارب اللي موجودة في دول أخرى من طرق مبلطة، من خدمات، من بنية تحتية، يعني ما يتأثرون، ما يغيرون أصلا، ما يقول أنا محافظ. نعم. لا احنا محمد على من هم ما قاعدين الدول شايفينه، خلي شوفوا الدول هاي، الدول كان قبل الدول كانت تعبان هسه، العالم ما وصلت عمي، وين العالم متطورات، بس طبعا هم جاي يشوفون، كل شيء جاي يشوفون، بس هم متعمدين يعني والله العظيم متعمدين، يعني خراب البلد. يعني صراحة لما يروحون يزورون الأردن مثلا أو مصر، دول اقتصاديا ضعيفة مقارنة بالعراق لكن عندها أساسيات، يعني موضوع الطرق المعبدة، التبليطات والكهرباء الموجودة والخدمات الأساسية، هاي أصبحت أمور حقيقة بديهية في أي دولة بالعالم. الموضوع الآن أصبح كيف هاي الدولة تطور من نفسها، كيف تتقدم. إحنا الأساسيات عندنا يعني غائبة، ما موجودة. يعني معقول احنا بلد المليارات ب 2023 ما عندنا شارع مبلط بخير؟ حبيب عمي ذولا جاي يطلعون للأردن، قبل الأردن دولة بالنسبة لي تعبانة. نعم. قال ولا هم جاي يطلعون للدول، جاي يشوفون بعيونهم، جاي يشوفون الخدمات، لأن هذا شريف على بلاده، لأن عنده ضمير يشتغل بضمير. ذولا محمد لحد الآن ما عندهم ضمير يشتغلون على وطنهم. نعم. دول يشتغلون خارجيين عمي، دول ضد البلاد الجو. طيب. رايحوا حضر البلاد. شكرا. نعم. شكرا أبو علي، أبو عمر عفوا، من النصرية، أنا أشكرك. ويانا السيد عطوان من بغداد، تفضل يا عطوان. السلام عليكم أستاذ محمد. شلون؟ وعليكم السلام، حيا الله. شلون صحتك؟ الله يحفظك وينصرك الله يبارك فيك ويحفظ القناة مالتكم. أنا مال الرعاية الاجتماعية. نعم. ومال الحصة التومينية. نعم. أنا عندي 8 فرات مال الحصة التومينية. نعم. أنا عمري 60 سنة. الله يعطيك الصحة والعافية. طلعوا لي هاي صار لي 20 سنة ما مستلم الرعاية. ليش؟ هاي السنة استلمت الرعاية. طيب. أموري كانت زينة وهسه وقعت وصار لي سنة من استلمت الرعاية وكنت أخابركم. نعم. أنا عطوان من بغداد، الله يحفظك أبو جاسم. الله يسلمك. هسه الحصة. نعم. الطحين هذا الطحين عنده 360 حائلة عنده. نعم. على 8 الربع حوالي بالآلاف تصير الطحين والتومينية عنده. نعم. عنده واسطة قوية بالكرادة. طيب. من أروح للطحين ماكو، هسه هذا الشهر الثاني رحت له قال الطحين ماكو. شوف سيد أبو سيد عطوان، هم الحكومة. نعم. أعلنت على أساس، وطبعاً أريد من حضرتك إن شاء الله تتواصل ويانا فيما بعد حتى نأكد هاي المعلومة، قالوا إنه يوم 20 بالشهر، يوم عشرين بالشهر، على أساس إنه الحصة التموينية حتتضمن 5 كيلو طحين صفر ونص كيلو نشا وكيلو عدس أعتقد أو شعرية وياها طبقة بيض، على أساس من يوم 20 بالشهر حيبدأ توزيع هاي الحصص على المواطنين إن شاء الله. طبعا أتمنى توصلكم هاي المواد أنتم الناس المحتاجة، لكن أيضا أريد هم نتأكد منكم
ونتواصل وياكم إن شاء الله بشأن هذه المعلومات اللي بدها تطلع على أساس إن هي وعود ضمن الحكومة، لكن من الحكومة، لكن مع هذا يعني هل هاي حد تقدر تعينكم هاي المواد البسيطة؟ افهم كلامي أبو جاسم يرحم والديك. تفضل. افهم كلامي بس زين يرحم والديك، ما فهمت. سيد عطوان. الطحين والتغذية سيد على واحد. إيه. 360 عائلة باوع. نعم. أنا رحت شهر ثاني استلم شهر واحد. نعم. شهر ثاني ما ثمان نفرات مو من رعاية. حصة قانونية. نعم نعم. قلت الطحين ما جاي. ليش السنة 22 شهر الخامس والرابع ماكو طحين، وشهر 12 ليش السنة هم ماكو طحين، وياخذ من عندنا 1000 دينار، انا من النفرات ياخذ 8000. نعم. ابو جاسم اللي فهم العالم العراق. نعم. كله. نعم. جاي يفرجون بالعالم هذا بالحصه التومينيه طحين وغذائيه عنده، هذا المفروض يو غذائيه وطحين عنده. نعم. ومخليله عامل وكاتب قطعه على المحل ماله من 10 ل 12 الظهر يقفل، ومخليله عامل والعامل شايل خشمة علينا يتعمد بعبه صخري معنا يا عاملنا ويصيح. نعم. علي ويعيط وانا عمري 60 سنه هاي البارحه الحكي ما يصير. نعم. احنا وين عايشين؟ هو عنده ظهر التخاب رحت هاي التجاره بالعلاوي هاي مال التجاره الغذائيه. اي طلع للمدير العام اعطاني رقم وخابه ترشي الحرمه وكذا أبو جاسم. طيب. سيد عطوان نعم أنا أشكر حضرتك، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت طبعا الفكرة والكلام مفهوم والكلام واضح، ومو بس حضرتك طبعا أغلب العراقيين أو كل العراقيين دي يعانون من نفس المشكلة أنه تغيب الحصة التموينية عن أشهر كثيرة، والسؤال أنه هذه المواد المخصصة أو الأموال المخصصة لهذه المواد وين ده تروح؟ طيب ليش المواطن ما دا يستلم حصة تموينية مثل العالم والناس؟ ليش المواد الموجودة بالحصة التموينية مواد تعبانة تالفة ولا تصلح للاستهلاك البشري؟ وكثير من هذه المقاطع والمواضيع عرضنا فيها تأكيدات عن رداءة أنواع المواد المطروحة أو التي توزع على المواطنين ضمن بطاقة الحصة التموينية. ويانا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي تسأل على الغذائية. المحافظ شنو شغلة؟ نعم. المحافظ اللي يسلمونه شنو شغلة؟ قبل بزمن الجاهلية يحطون ملك وكل ولاية عليها ملك هو عبيده يذبح ويصلح بكيفه. ما مسؤول عن كل هو المحافظ اللي يحطونه على المحافظة مثل محافظ الديوانية، محافظ من بعد محافظ. هلا دكتورات وأراضي ما في الناس يبغوها. نعم. المحافظ يطلع عنده 30 دكتورة. هو ياخذ 2000 في الديوانية، وتعال الديوانية المزابل حتى الثمن 5 دكتورة. يا محافظين هذا والله موظف البلدية أشرف بكل محافظ حكم الديوانية. سيد أبو علي أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت الفكرة، شكرا للمشاركة. دعونا نكمل المشاهدين ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر ونأتي إلى الفوضى داخل دوائر الدولة. الدوائر الحكومية تعاني من مشاكل التي تتسبب طبعا برفع معاناة المواطن العراقي، والتي أصبحت مشكلة تؤرق المواطنين، وأصبحت مراجعة دوائر الدولة كابوسا يلازم المواطن بسبب البيروقراطية وسوء التنظيم. إذ أظهرت صور متداولة اكتظاظ دائرة أحوال الأعظمية بالمواطنين وسط حالة من الفوضى وتوقف عن تسيير معاملاتهم في وقت باتت فيه الخدمة الإلكترونية هي حديث العالم حتى في دول العالم الثالث كما يحلو للبعض أن يسميها. دعونا نشاهد. شوف شنو هالمنزل هذا، شنو؟ هواوين الناس
شوف يا وزير الداخلية، شوف الترتيب. نكمل مع هذا الملف مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر. الحال في دوائر فحص النظر لا يختلف عن الحال في دوائر الجنسية والبطاقة الموحدة. في ديالة اشتكى مواطنون من الفوضى في دائرة مرور ديالة خلال إجراء فحص النظر، في حين حملت المديرية وزارة الصحة مسؤولية هذه الفوضى. لنشاهد. فحص النظر أين كرامة الإنسان؟ سؤال الكل مسؤول، أين كرامة الإنسان؟ نتابع سريعا التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. حميد يقول: رسوم تثقل كاهل المواطن، يأخذون على السنوية 70,000 وهي قطعة بلاستيك ما تكلف 10,000، وطرق وجسور وشهداء مدري شنو، تالي تجديد يطلع عليك بحدود 250,000. مهزلة. أم علوش تقول: والله زوجي صار لأربعة أيام يومية يروح للمرور على مود يجدد الإجازة، ويومية يسووا له نص شغلة وتبقى النص على ثاني يوم. تعليق عندنا من أبو علي يقول: المرور أصبح حلقة زايدة بدوائر الدولة وتصب على نهب الشعب. تعليق من عمر يقول: عمي مهزلة والله، من 9 الصبح للستة المغرب يلا أخذت إجازتي، يومية يلا كملتها، يومين عفوا يلا كملتها بعد عناء طويل. ويانا السيد جعفر من بغداد، تفضل يا جعفر. جعفر موجود؟ جعفر من بغداد، فقدنا الاتصال للأسف مع سيد جعفر من بغداد. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم، فابقوا معنا. بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7,000 سنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل ما لدينا من فقرات في حلقتنا لهذا اليوم. الآن وصلنا إلى فقرة أنت ترى. طبعا مشاهدينا الكرام، خدمة أنت ترى هي خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم من أجل أن ترسلوا ما لديكم من مقاطع توثقونها من حياتكم اليومية في العراق، أحداث معينة، قضايا، مناشدات، رسائل، كلها من خلال الرقم الخاص بخدمة أنت ترى والتي بإمكاننا أن نعرضها في برامجنا. طبعا وصلنا هذا المقطع وهي رسالة أيضا، حيث طالبت طواقم مستشفى المسية بالعام الجهات المعنية بضرورة مكافحة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين. طبعا تمكنت الطواقم الطبية في تمام الساعة 1 ظهرا من تاريخ 7/3 اليوم بإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بعد مهاجمتها من قبل الكلاب السائبة من خلال فريق طبي بعد 3 أيام على وفاة طفلة أخرى بسبب عضة كلب. دعونا نشاهد. بعد الظهر جت طفلة عمرها 2 سنين متعرضة لجروح متعددة نتيجة عضة كلب،
بالحقيقة هي أكثر من كلب، وجدتي تقريبا فاقدة الوعي، دخلت إلى طوارئ مستشفى المسيب. الشباب ما قصروا واستقبلوها، وتم اتصال بالكادر التمريضي كله وجهز، وحاولنا نسعفها بقدر بأعلى جاهزية، وطينا العلاجات اللازمة وإسعافات أولية. بعد ما سيطرنا على الحالة حولناها للردها، وأخذت لقاح داء الكلب والمصل، وحاليا حالتها شبه مستقرة. بس احنا نعتب على البيطرة ونتيجة هاي الكلاب المسعورة اللي منتشرة بالمحافظة بشكل عام، وبالخص بقضاء المسيب. نريد يخلصونا من هاي الكلاب، يشوفوا لها صرفة، نشوف المحافظ يخلصنا من عندهم. هو هاي الكلاب ماذي يعني ماذي الشوارع، وهاي الطلاب هسه الاهالي جاي تجيب جهالها هنا ماذي الشوارع، الكلاب هاي هواي ما شاء الله. مشاهدينا معنا الان السيد ابو عمر من بغداد، تفضل يا ابو عمر حياك الله. ابو عمر اهلا وسهلا. وياك يا ابو عمر، حياك الله استاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله استاذ محمد، اهلا وسهلا يا ابو عمر، وحيا الله قناة الرافدين وجميع الساده المشاهدين الكرام، حياك الله. استاذ محمد، احنا نعرف المبالغ الهائله اللي تاخذ من قبل المواطن العراقي، وتروح الى وزاره الماليه من يعني التصرفات اللي يقطعوها المرور، مديريه المرور العامه، يعني من حيث كل الامور اللي قاعد تصير عندنا بالعراق، ان المواطن هو دائما يكون الضحيه امام هذه الحكومات المتعاقبه حكمه العراقيين. نعم. طيب الاموال اللي قاعد تصرف تاخذ من المواطن سنويا يعني مليارات الدنانير، والمواطن نعم. كل شيء ما جاي يشوف لا طريق لا طرق لا جسور لا انفاق، كلها هاي الامور تؤدي الى حياه المواطن وبالحوادث والصدامات وتوقف السير، ويعني كثير امور عندنا للاسف احنا ما شفنا لا من مديريه المرور لا من طرق الجسور العامه اللي تبني هاي الشوارع واللي تخفف من الازدحامات واللي تخل ايضا نفس الوقت انه يعني مكانه الا للمواطن انتقاله من محافظه لمحافظه بدون اي حوادث، وضع العلامات المروريه ووضع الامان اللي يستحق انه المواطن يوصل بسلامه الى منطقته. كانت اكو جزئيه ايضا هي يجب ان يتم النظر اليها واللي عرضناها قبل شويه، السيارات الاسعاف، الطوارئ، السيارات الدفاع المدني، السيارات اللي تؤدي مهام خاصه ما لها طريق خاص تسير عليه وقت الازمه. يعني مثلا نشوف بدول كثيره اكو طرق مخصصه لعبور السيارات الاسعاف او الشرطه او الدفاع المدني او غيرها في حالات الطوارئ. بالعراق هسه شفنا المقطع، سيارة الإسعاف بسبب الازدحام، وبسبب أيضا أكو مشكلة أخرى هي مشكلة الوعي والثقافة لدى سائقي السيارات في العراق، أنه ما يوسع الطريق حتى تعبر منه سيارة الإسعاف أو سيارة الدفاع المدني الإطفاء أو غيرها. يعني أكو مشكلة دا تأثر على حياة الناس بهذه الشكلية بهذه الطريقة، أنه السيارات تعصى بالازدحام، واللي يموت يموت إلى رحمة الله، واللي يحترق يحترق، ومو مهم بالنسبة لا للسائق ولا مهم بالنسبة للبلدية أو بالنسبة للمرور أن هم ينشئون طرق خاصة. يعني برأيك المشكلة بعقلية المواطن، لو مشكلة بمن يدير الشوارع وبمن يدير الطرق والجسور القائمين عليها في العراق؟ أستاذ محمد، هو لازم أن يكون إدارة البلد وإدارة الشوارع يعني ترجع للدولة وترجع للحكومة، يعني مثل ما يأخذون أموال يعني على المواطن وغرامات وما يعني ما مثل شلون نقول يعني سبايكر وما الملوية وهاي الأمور اللي قاعد يأخذون عليها غرامات هائلة يعني ومبالغ، المفروض ايضا مقابلها ايضا يعني يسوون يعني شوارع او يسوون يعرضون شوارع او طرق الطوارئ من يصير عندنا حادث في اي محافظه ويكون عندنا هذا الحادث بعيد يعني عن المستشفى بعيد عن مركز المدينه، لازم تكون لنا سيارات الاسعاف اذا كان هذا الطريق يعني مزدحم بالسيارات، لازم يكون لنا طريق جانبي يقدر توصل من عنده سيارات الاسعاف، توصل سيارات الحرائق،
كل هاي الامور لازم تتحمل الحكومه، لانه هذا الشعب يعني اذا لم توجد في حكومه لم توجد وسائل يعني اهتمام للمواطن، لا ليس لدينا حكومه وليس لدينا سلطه وليس لدينا فقط بس يسرقون اموال الشعب وينهبوها، اما ان خدمه المواطن من يصير عندنا حرائق في الشوارع، يعني في حادث تريلات نفط او هاي السيارات الكبيره اللي تحترق، هاي السفح تموت وسببها انه مجيء سيارات الاسعاف او سيارات الطوارئ اللي توصل مكان الحادث، هاي كلها تتحمل الحكومه ومديريه المرور العامه، لازم تكون مقابلها مثل ما تاخذ فلوس اموال من المواطنين خدمات مقابل، نعم. لازم ان تكون شكرا أمانها. نعم شكرا ابو عمر من بغداد، انا اشكر حضرتك. بمقابل الاموال التي تجبى من المواطنين على شكل غرامات أو ضرائب أو غيرها، يجب أن تقدم الخدمات. هذا نظام معمول به عالميا، والدوائر الدولة المعنية بجباية أموال من المواطنين نظير تقديم خدمات، المفروض أكو خدمات حتى أنا يعني من أخذ منك فلوس أقدم لك خدمة، يعني المرور العام من يكون أكو قطع وصل غرامة أو مثلا ضريبة على السيارة أو الاستهلاك أو غيرها، أو مثلا ضريبة الطرق أو غيرها، بغض النظر شنو هي الآلية اللي يتم من خلالها أخذ أموال من المواطن، في المقابل يجب أن يكون هناك تقديم خدمات، تحسين في واقع الطرق والجسور، البنية التحتية، الإشارات الضوئية، الشواخص المرورية وغيرها من هذه الأمور التي طبعا توسعة الطرق وتحسينها بشكل أحسن التي تساهم في تخفيف العبء والضغط والازدحامات، وأيضا نتلافى بها هاي المشاكل اللي نشوفها، قضية السيارات الإسعاف والأطفاء والشرطة وغيرها اللي ما تقدر توصل، ربما الشرطة أي بس باقي السيارات ما تقدر توصل إلى المحتاجين. طيب مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج. طبعا أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي وصل إلى بغداد اليوم في زيارة غير معلنة أن القوات الأمريكية في العراق موجودة بناء على طلب الحكومة في بغداد. الحكومة في بغداد هي التي طلبت بقاء القوات الأمريكية. طبعا أثارت هذه التصريحات أو أثارت سلسلة من اللقاءات التي أجراها لويد أوستن مع مسؤولين حكوميين، أثارت موجة سخرية كبيرة من شعارات الثأر التي لطالما رفعتها حكومة الإطار التنسيقي التي يرأسها محمد الشيع السوداني، بعد أن أظهرت حفاوة الاستقبال كذب الشعارات المرفوعة حول سعي ميليشيات الحشد إلى الثأر لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. طبعا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم العار والثار تعبيرا عن سخريتهم من صمت ميليشيات الحشد على هذه الزيارة. دعونا نشاهد بعض من التغريدات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الوسم. حسين يقول: هسه لو عاصرين ايده بتشذب حتى نقول اخذته بالثار بعصره. فالح الفياض والمالكي والسوداني يلتقي بوزير الدفاع الامريكي المتهم بحادثه المطار، من هم اولاد السفاره؟ سؤال يطرح حسين. جواد يقول: بعد وصول وزير الدفاع الامريكي الى بغداد ولقائه مع رئيس الوزراء ورجال المقاومه، اكد الطرفان ان حادثه المطار حادث مروري ودفع الله ما كان أعظم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تغريدة من مصطفى يقول: فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ونور المالكي مؤسس الحشد الشعبي يستقبلان وزير الدفاع الأمريكي، وعتاب قوي من نوري وفالح لوزير الدفاع على حادثة المطار، وصل العتاب لحد الارتجال بالدارميات. طيب عقيل يقول: الثار اجى برجل البغداد والزلمة يفك حلقة. طيب يعني حقيقة تهكم وسخرية وانتقاد وتشكيك بهذه الشعارات والخطابات والخطب التي تتليها أو تلقيها أو ترفعها الأحزاب الحاكمة وما يعرف بمحور المقاومة والميليشيات داخل العراق بالثار من أمريكا ومن قتلت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومقاومة الاحتلال وغيرها من هذه الشعارات وهذه المصطلحات، طبعا كلها تفند بهكذا نوع من اللقاءات بهكذا نوع من الزيارات، وكلها طبعا تكشف حقيقة الجهات التي تحكم العراق والتي جاء بها
المحتل الأمريكي. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.